الآن تركيا تنقل في جبهة النصرة المصنفة إرهابية لتمتحون بعد ذلك إلى جيش الشام وإحرار الشام الكذب على الشام، والشام براءة منهم باعتبارها تضم عناصر من غير السوريين من خارج سوريا. الآن تقوم بتركيا بنقلهم بشكل بوتيرة عالية جدا إلى الأراضي الليبية عبر المطارات والموانئ، وتقوم بالأسلحة تقريبا الرقم المستهدف من الإرهابيين اللي سيتم نقلهم من سوريا إلى ليبيا حوالي 8000 المرتزقة التابعين لأردوغان، وكذلك تحضير معدات عسكرية وعتاد عسكري من وصل أخيرا من تركيا للقيام بهجوم على قواتنا المسلحة في تلك المنطقة. قواتنا تتمركز في منطقة الوشكة، العدو يتمركز في منطقة الهيشة وخاصة في هذه المزارع، تم قام بالتحشيد في كوبري سدادة وفي مناطق بالقرب من تورغة وعلى منطقة الكراري. لهذا قررت غرفة العمليات القيام بضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة، لا نريد أن نتحدث كثيرا عن هذه الأغراض. غرفة العمليات الرئيسية تعاملت بحذر شديد منذ الأسبوع الماضي مع هذا التهديد، مع هذا التحرك، قامت بتقديم بعض السرايا المقاتلة المتخصصة في تنفيذ الأعمال المحدودة. هذه السرايا تتبع لعدة كتائب وقامت بمهاجمة مجموعات الإرهابية أو الميليشيات الإرهابية في منطقة الهيشة. رسالة للعدو أن القوات المسلحة متفطنة جدا بالتحركات، أن أي خرق لوقف إطلاق النار سنرد عليه بكل ما أوتينا من قوة، ونحن نتمسك بهذا الشرط دائما في كل عملياتنا العسكرية.